ليش؟ مطيب راسه. لا قصص ما ادري احنا ما اعرف ولد ايه خله في جالي. تحمس. خله في جالي قول انه حرام. انا اضطريت لسعود، سعود مكاحله في البرنامج بدون صوره في اخويانا. كنت ذاك اليوم ضايق وهو جاي في الليل، انا كنت مشتاق للديره ساجر والديره هنا مشتاق ساجر. اي والله قلت جاني قال شيك متضايق هو ابو محمد. قلت يا سعود خاطر صاحبك صدق عاري ودموع عينه يا صحيبي تعاجل، داري عن احوالي ولا نيب داري من شافني شغل بلا والتخاجل في العاصمه تطري علي الطواري اسري لداري كالطيوره الزواج الغايب عن دلالي وشبت وجاري كني متغيب عن علوم المراجل. والله القصيده حطيتني فيها هذه والله انت تجيك ذا الحلاوه. لا خلاص لا لا خلاص والله تعطيها هذا نفسها شلون يوم جيتني لو جيتني ايه ايمن الاسبوع الماضي جيته لقيت الشاعر جالس الحال عازل نفسه في الزاويه تخاف وقت البرايم كان ايمن في البرايم كتبت بيتين وهو رد علي في وقتها انا قلت وش فيك شارد بالفكر يا صحيبي وش فيك شارد بالفكر يا صحيبي يا ايمن ترى حنا بوقت العظايم احذر تضايق في الزمان الصحيبي حتى ولو اسمك ظهر في البرايم رد علي يا ايمن ايش كان رد ماني متضايق وادري هذا نصيبي الله وادري بعد انه الفردوم هذا كنت احسب ان الوقت طب وطبيبي لكن قدر ومالي على الوقت لا يا الله ابويا والله انا مو بسيط اخيرا ايمن والله ذاك الليله ايش لا لا ايمن والله شاعر والله العظيم شاعر شوف دائما الشاعر المزاج اللي على كيف ما ابغى يكتب القصيده اعرف انا تجي قصيدته انا مسكته شاعر المواقف نعم شايف القهوة سمعوني يا الربع نبي نسمع بركان سعد ضيف الله تركي ادفين ها انا وياك منتهي حتى والله انا بعد درجة منتهي صلاحي انا بركان صلاحي ولا ليم الشعر وش يا العفن وش ليه ما تروح الخير من عندي مسلم متى هذا يا ليه ايمن قسم بين تقليب المواجع من تغليف المشاعر تغليف